أهل أكثر من كذا. اللهم صل. وهذه حاجة بسيطة ونعتبرها الجزء الأول، الجزء الثاني يجون العيال يكتملون. ودنا والله أنهم هنا، عبد العزيز المطيري، أبو سلطان، وفهد حامد، أبو عبد الله، ودنا أنهم حاضرين لكن ظروفهم معذرينهم. ولا هذا يا أبو زياد حاجة خفيفة، وكل مشينا على رأيك أنت. الله يسلمك. على طلب على حسب ظروفك، تقول إن عندك ظروف وإنك مستعجل، وجزاك الله خير اللي أعطيتنا هالفرصة هذه. الله يسلمك. وعذرنا على قصور. أبد، وافين وافين دائم، الله يجزاكم. حاجة ثانية يا أبو زياد، وأنت تستاهل فيه طويل العمر، مشاركة بسيطة مني بيتين، تعرف الشاعر المرضي ما يفوتها. اللهم ارسلنا. وانت تستاهل، وهي مشاعر، وانا ما اكتب الا عند فورة المشاعر. تستاهل الطيب. الله يسلمك. الواحد يعني غصب يكتبه. الله يسلمك. بركة اقول فيها، وين الخوي اللي على الدين نلقاه، في هالزمن بالذات نادر وجوده، اللي على حق يتنازل لخوياه ويوثر على نفسه طيبه وجوده، وانا خوي دايما الدوم انساه، لا شك مطلق يرحم الله جدوده. كفو من وياك. كفو كفو. وانا خوي دايما الدوم انساه، لا شك مطلق يرحم الله جدوده، ويطول عمر اللي على الطيب رباه، ويكفيه نظرات العيون الحسوده. امين. ويطول عمر اللي على الطيب رباه، ويكفيه نظرات العيون الحسوده. ربع مخلف فعلهم ما سمعناه، شفناه شوف العين فعله لسودة. استاهلون. كفو. كفو كطيب. ربع مخلف فعلهم ما سمعناه، شفناه شوف العين فعله لسودة. ما كان بالماضي مدون وندراه، وما كان بالحاضر فحنا شهوده، ومطلق مواصيله وصلها بيمناه في مهنة التعليم نلمس جهوده. ومطلق مواصيله وصلها بيمنا في مهنة التعليم نلمس جهوده، مخلص ومتفاني وكل شيء سواه بمثال هالتعليم نعلن صعوده. واليوم ودعناه يوم النقل جاه، ونحزن على نقله ونبغى وجوده، لكن نفرح له اللي صار برضاه، ودام النقل في ديرته وبحدوده، ما بين شيبانه وربعه وحباه، وحنا على وصله نجيه ونعوده. الله يحييكم. لكن نفرح له اللي صار برضاه، دام النقل بديرته وبحدوده، ما بين شيبانه وربعه وحباه، وحنا على وصله نجيه ونعوده، نطلب له التوفيق من عند مولاه، ومن واسع افضاله عسى الله يزوده. وختامه صلوا على من تبعناه، اعداد ما سبح امام بسجوده، سلامتكم وتستاهل اكثر يا ابو زياد. صح صح لسانك، بيض الله وجهك، وجمل الله حالك، جمل الله حالكم جميعا، وبيض الله وجهكم. والله ودنا ان الشباب مجتمعين كلهم، ولكنكم ما قصرتم، كفيتم ووفيتم بالنيابه عنهم. والله يبيض وجهكم، كلفتم على انفسكم، ولنا الشرف معرفتكم وخوتكم طول السنين، ولا نملكم ولا ينقطع العهد بيننا باذن الله تعالى. الله لا يهينكم. يا هلا. الله يطول بعمرك. امين. عرفناك اخو والصديق، عشنا معاك عمر عشره لا عقد ولا عقدين مع بعض، كنت خير الصديق. ما عليكم زود. خير الزميل. خير والله العظيم من شاركنا في افراحنا وفي احزاننا. مرت علينا ايام وسنين واحنا مع بعض، ما مليناك. زادت محبتك. اللهم زادت تقديرك. ولا عليكم زود، وانا اللي افرحكم وانا اللي اتشرف بمعرفتكم جميعا طال عمرك. اي والله كل واحد منكم اخو. تقديم ورمز عطاء ووفاء من اخوياك. الله شيء بسيط. الله يبيض غيظ من فيض. الله يبيض وجهك. باسم الزملاء اللي ما حضروا. باسمنا طال عمرك، باسمنا والنوب عن زملاء. حامد وعبد العزيز انطيب. ننوب عن زملائنا اللي غابوا عنا، غابوا والله العذر، ولا والله انهم حاضرين معنا، لا فهد حامد
ولا عبد العزيز المطيري، والله انهم حاضرين معنا، ما يحتاج، احنا عارفين اللي في قلوبهم أبداً. والله انهم ولا هو باخر اللقاء باذن الله، والله انهم حاضرين معنا الان بقلوبهم ومشاعرهم لك، اللهم تعرف وش يكنون لك، لا احنا ولا اخوياك، ما يحتاج المحبه والتقدير، ما يبشتات، الله لا يهينكم، الله يسلمك، وعدناك جسد وودعناك جسد لكنك في قلوبنا يا الله، ما يسلمك وانتم كذلك، الله يبيض وجهكم، هذا الموجود طال عمرك، الله لا يهينك، الله ما يسلمكم، وافين وافين، يجملها ويكملها المحبه والغلاء اللي بيننا يا ابو زياد، الله ما يسلمكم، الله يبيض وجهكم، كلكم على انفسكم، الله لا يهينكم جميعا، لا انتم لا انتم، الله لا يهينكم، تسلم ابو